للامس والمباراه كمان، لان كان في مشهد محترم جدا حرص فيه لاعبي الاهلي طبعا وبفاق ستيف الجزائري على الوقوف، كان دي احداد على الشهداء شهداء الوطن والقوات المسلحه. ده كان قبل انطلاق مباراه ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، واللي انتهت زي ما حضراتكم عارفين بفوز يعني فريقنا برباعيه نظيفه. طبعا يعني هنرجع هنا بقى، وزي ما بتقال الحياه بتستمر، هنقول ان احنا بنهني لاعبتنا والجهاز الفني واللي قدمه فعلا. لو هنتكلم امبارح اداء تكتيكي كان رائع جدا، بس في زي رساله كده كريم، احنا لسه عندنا كمان ماتش العوده في الجزائر، ودايما الاهلي بيحترم جميع منافسيه زي ما حضراتكم عارفين. ما عندناش حته ان احنا خلاص ضمننا مباراه في جيبنا ولا ضمننا بطوله في جيبنا، ما فيش الكلام ده. مهما كانت نتيجه ماتش الذهاب احنا محتاجين برضو تركيز واداء اقوى يمكن كمان من الذهاب، وبالتاكيد فوز امس مهم، تأكيد فوز أمس بيقوينا أو بيدينا دفعة كمان نحو يعني النهائي بشكل أقوى. لكن دايما الأهلي لا يسبق الأحداث، دايما جماهير الأهلي لا تسبق الأحداث، بنتعامل يعني أو بنعمل حساب لكل خطوة عشان نقدر إن احنا في الآخر نحقق الهدف الأخير، وهو هنا التأهل بقى للنهائي وبعدين حصد اللقب القاري اللي بإذن الله الموسم يعني الثالث يكون على التوالي، لأن احنا نستحق ذلك. أي أبس أند داونز موجودة، أي إخفاقات اوقات بتكون موجوده، ما فيش اي مشكله، لكن الثقه في الفريق في الاول وفي الاخر ده لازم يكون موجود، ولازم ناكد عليه كمان. يعني عارف يا كريم، يجي يقول لك ما احنا ما بنلعبش قوي الموسم ده كويس، ما احنا مش عندنا احسن نقدمه، عندنا احسن وممكن نكون حصل دروبس زي ما احنا بنتكلم، لكن في الاول وفي الاخر فريقك انت لازم تكون عندك ثقه فيه. والحمد لله امبارح برده في كلام كتير جدا عايزين نتكلم، واكيد على مدار طبعا الحلقه ومع ضيوفنا، لكن انت داخل على زي ما بتقال كده ايجابيه بشكل كبير، فخلينا نامل. بس اكيد مباراة امبارح بتتكلم على رباعية نظيفة برضو، حاجة أكيد تسعدنا كلنا. أكيد امبارح مع يعني انطلاق صافرة نهاية المباراة كتير جدا 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 من الأهلاوية في مصر وفي العالم العربي، ومنتشرين هم على فكرة حول العالم، الكل كان في حالة فرحة وكلنا متفائلين إن شاء الله باللي جاي. مفيش ذرة شك في إن الفوز اللي اتحقق في مباراة الأمس هو فوز في منتهى الأهمية. كمان لازم